الهدف الأول هو البناء الأنظمة الفضائية، فلازم يكون عندنا بنية تحتية قوية في مجال الفضاء، وده اللي هيكون الهدف الثاني. ولا نتخيل إحنا ممكن نبني الأنظمة الفضائية وكمان ويكون عندنا بنية تحتية بدون ما يكون عندي الكوادر البشرية المؤهلة المدربة لكي تقوم بالعمل في هذا المجال. وبالتالي من الأهداف المهمة جدا لوكالة الفضاء أن مصر يبقى فيها كوادر فنية قادرة على العمل في مجال الفضاء. وبالتالي أحد الأهداف لوكالة الفضاء أن هي تنشئ علاقات قوية بين وكالة الفضاء أو بين مصر والدول الفضائية المتقدمة. ثم يكون هناك نشاط مهم جدا أن العمل لا يتوقف على إطلاق الأقمار الصناعية، بل يجب أن يتعدى هذا العمل ويتعدى هذا النشاط إلى استكشاف الفضاء. وبالتالي كان هناك توجيه أو كان هناك محور مهم من محاور برنامج الفضاء الوطني اللي أنا اتكلمت عليه أن الوكالة بتعمله، هو أن يكون هذا البرنامج قادرا على تحقيق إمكانية مصر لاستكشاف الفضاء، وليس فقط التوقف عند إطلاق الأقمار الصناعية. قبل وكالة الفضاء كان العمل بيتم من خلال ما يسمى ببرنامج الفضاء الوطني أو برنامج الفضاء المصري، وهذا البرنامج كان برنامج ملحق بالهيئة القومية للاستشعار عن بعد. النايل سات وأطلق في مصر سنة 1998 كأول قمر للبث التلفزيوني، ويمكن إحنا مصر سبق الدول كتيرة حوالينا في الدول العربية إن هي كان عندها قمر للبث التلفزيوني. إحنا هنا بنتكلم على أقمار الاستشعار اللي هي القمر اللي بيطلق ل أخذ صور للكرة الأرضية، صور مختلفة، وهذه الصور بيبقى ليها تطبيقات مختلفة. إحنا كوكالة الفضاء حتى الآن بنعمل في أقمار الاستشعار، هو قمر بيطلق مزود بكاميرا، والكاميرا دي لها القدرة على تصوير أي مكان على سطح الكرة الأرضية طبقا للتعليمات اللي محطة التحكم بتديها للقمر. إحنا أطلقنا القمر الأول للاستشعار اللي هو كان 2007، كان اسمه إيجيب سات 1، والأمر ده تم تنفيذه وبناؤه بالتعاون بين الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلم الفضاء أو برنامج الفضاء المصري وبين وكالة الفضاء الأوكرانية، طبق عقد تم توقيعه مع وكالة الفضاء الأوكرانية، واستمر العمل فيه من 2002 حتى 2007. ولكن بعد أن تولى السيد الرئيس السيسي قيادة مصر بدأ الاهتمام الشديد بالبحث العلمي و مجال الفضاء. يعني في نفس الوقت يعني كان فيه اهتمام بمجالات أخرى كتيرة، يعني لو كلامنا في العلم نقول اهتمام بالنانو تكنولوجي، اهتمام بالتقنيات الحديثة، اهتمام ومن ضمن الاهتمامات كان اهتمام بمجال الفضاء جهة إطلاق صينية، وأن احنا هنطلق معهم هسلمهم الأمر كامل في سبتمبر العام القادم، وهو هياخد الأمر في سبتمبر عشان يطلقوا في ديسمبر إن شاء الله. وده يبقى أول قمر صناعي بحجم كبير شوية، لأنه وزنه حوالي 63 كيلو جرام وحجمه 50 سنتيمتر مكعب، وده يبقى أول قمر إن شاء الله بيطلق بمشاركة وطنية بنسبة 45%. إحنا القمرين اللي عملناهم، وإن كنت قلت إن هما من نوعية الكيوب سات ل 10 سنتيمتر مكعب، ولكن الاثنين اتعملوا بخبرة مصرية 100%، لم نستعمل بأي خبرة أجنبية. بنينا في الوكالة هنا أمر بنسميه أمر تعليمي. أمر التعليمي ده أمر كامل في كل الوظائف بتاعة الأمر، وبيعمل وفي كاميرا وبيصور كل حاجة من النوع الكيوب سات اللي هو 10 سنتيمتر مكعب، ولكن هذا القمر لا يطلق. ومع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا قررنا إنتاج 40 نسخة من هذا القمر. الاتحاد الأفريقي أعلن عن الدول من يريد أن يتقدم لاستضافة مقر وكالة الفضاء عنده في بلده. تقدمت 5 دول، وكان الكلام ده في أثناء عام 2018، والاتحاد الأفريقي أعطى كل دولة فرصة لكي تعد الملف بتاعها اللي هتتقدم بيه للتحكيم. شكلت لجنة برئاسة الأستاذ دكتور خالد عبد الغفار وأعضاء تم انتقائهم بعناية شديدة، وكانت لجنة فعلا على المستوى ولم تترك أي شيء للصوت. عدت ملف ممتاز جدا، ولجنة التحكيم تقدم لها الملف ده، ولجنة التحكيم لم تكتفي طبعا بالملف، ولكن أتت إلى مصر وابتدت تعمل مسح وتعمل تقييم للأماكن اللي مصر بتقول إن أنا أملكها كمساعدة إن هي تنشئ وكالة الفضاء الأفريقية عندها. ومن ضمن الأماكن كانت المكان اللي احنا فيه، واللجنة جت فعلا هنا وقعدت هنا حوالي 4 ساعات، ثم أعلنت النتيجة إن مصر وقع عليها الاختيار لكي تكون مقر لوكالة الفضاء الأفريقية، اللي هي حاليا زي ما حضراتكم شفت احنا ابتدينا الإنشاء بتاعها في سبتمبر 2020.